تم الاتفاق عليه ونحن نفترض ذلك. خد بالك، نحن نفترض ذلك ان هناك اتفاق على المادة الثانية بذاتها دون صفقة، والمادة الثالثة بذاتها دون مقابل، والمادة الرابعة بذاتها دون ان نصوغ مواد لتوازنها او غيره. الكلام ده الثلاث مواد دول انتهينا منهم، بالإضافة الى ان الشعب مصدر السلطات. اصدرت في هذا بيان امس، ما يمكنش قبول الكلام ده. مفيش حاجة اسمها تهجير أقباط. أنت إذا كنت عايز تهجر مصريين من حتة معينة للناحية الأمنية نفهم، أما تقول أقباط أو مسلمين ده كلام غلط، لا يصح هذا الكلام أبدا، ولا يصح أن نردده نحن بالك. ولذلك أنا لا غير موافق على الطريقة اللي